كل التجارب الإنسانية اللي شفناها أو سمعنا أو قرينا عنها بتؤكد بشكل واضح إن التعليم وصفة سحرية مجربة لنجاح وإكسير مدهش للتقدم والتنمية. خبراء التعليم وهم بيقدمونا الوصفة السحرية لتطوير المنظومة التعليمية دايماً بيتكلموا على بعض النماذج الملهمة زي نموذج التجربة السنغافورية والنموذج بتاع التجربة اليابانية وما شابه. احنا النهاردة قدام تجربة شديدة المحلية، تجربة صنعت في مصر. عارف يا عم بزر، معظم المشاريع الكبيرة اللي في مصر اللي بتبقى منورة دي هتلاقي دايماً معظمها بيبقى موجود برا القاهرة. أنا عندك مثلاً مركز الدكتور محمد غنيم ده في المنصورة بالظبط، والدكتور مجدي يعقوب مركزه فين؟ ده في الأسوان بالظبط. النهاردة بقى احنا رايحين تجربة مختلفة، تجربة يعني هي بتقدم لنا نموذج مختلف في موضوع التعليم. كنا دخلنا بالعربيه بدل المشوار الطويل ده؟ لا، احنا قاصدين ان الشباب بتاعنا سيان في المدارس او العاملين يمشوا المسافه ديت في اتموسفير نقي كويس، وكمان كده بيمارسوا رياضه عشان يبقى فيه عنده حيويه ونشاط. البدايات دايما هي اصعب الاشياء، عليها بتترتب كل الخطوات اللي جايه، عشان كده المدرسه كانت حريصه على انها تعمل بدايه مبشره وبدايه مدهشه. استبدلوا الطابور بالدايره، لان الدايره ينفع ان كل نقطه فيها تكون بدايه وتكون نهايه، وكمان عامله زي المائده المستديره اللي هو مفيش تمييز لحد على حد. على بعد ساعة من القاهرة الجديدة في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وتحديداً في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اتولدت بداية الفكرة في أواخر سبعينات القرن الماضي، وكان وقتها هدف المسؤولين عن سيكم حاجة واحدة، هي ربط الطالب بالمجتمع والبيئة. لا يوجد مجتمع اسمه مجتمع شغير أو متخلف أو مجتمع متقدم إلا بدرجة التعلم اللي موجودة فيه. يعني قد إيه ناس استطاعت تستوعب العمليات التعليمية، ومين اللي بيمارس عملية التعليم، وفي أي ظروف وفي أي بيئة. هو ده الشيء المهم جداً اللي إحنا شفناه ينقص في بلدنا هنا. فكرة بسيطة جداً، كل صباح المدرس بيقف قدام باب الفصل عشان ينتظر التلاميذ ويسلم عليهم. الهدف ده حاجتين اتنين، الأولى هي الاحترام المتبادل بين المدرس وبين الطالب، الفكرة التانية هي فكرة البحث عن شخصية الطالب المستقل، وده في مرحلة مبكرة جداً. جمال، بقى لك قد ايه مدير المنظومه التعليميه في سيكم؟ انا بخدم في سيكم بقالي 27 سنه. 27 سنه دول غيروا في نظرتك للتعليم بشكل عام؟ بالتاكيد. انا اتعرفت هنا على فكره التعليم من تعرف على مين هو الطفل والبني ادم وجاي منين ورايح فين وايه هدفنا من وراه، فبناء عليه بنقسم المراحل التعليميه لثلاث مراحل. ايه بقى فكره الفلسفه اللي قايمه عليها هنا؟ ان من 0 ل 7 بنعيش الاطفال في عالم اسمه عالم الخير. بسم الله
المدرسة بتاعته تقريبا نصف ملاك أو نقول ملاك، ما بتغضبش، ما بتزعلش، ما بتتأثرش بأي حاجة خارجية تأثر على العملية، زائد إن هي انفتاح بالنسبة له. أدوات التواصل في المرحلة دي بين المدرس وبين التلميذ عبارة عن إيه؟ التعلم هنا عن طريق الحدوتة وعن طريق الأغنية، بس ممنوع التعلم المباشر، ممنوع التعليم على إنه يمسك ورقة وقلم ويكتب. اتكلمت على الحواديت، واعتقد الحواديت دي هي امراض اصيله عندنا كمصريين. بالظبط، وحتى مش مصريين، احنا كبشريه بنحب الحكي. كان يا مكان، كان في زمان زمان ست هي وولادها عايشين في بيت جميل خالص. توتة توتة، غنوة وحدوتة، تركيبة سحرية ربطت أبلة فضيلة بكل بيت في مصر. يمكن لأن رصيد الحواديت في تاريخنا كبير، الحدوتة ما كانتش مجرد وسيلة لتنويم الطفل، لا، ده كانت وسيلة كمان لتنمية مخيلته وتعريفه بالعالم. ومرت أيام واختفت الحواديت من حياتنا، لكن المدرسة هنا أعادت اكتشاف ووظفتها لتحقيق نفس الهدف بطريقة مدهشة. الحدوتة هي نقطة أساسية ورئيسية في الإيقاع اليومي بتاعنا في المدرسة. الحدوتة بتنمي روح الإبداع والابتكار عند الطفل، كمان الحدوتة بتجعل الطفل أهدى. لما بيسمع الحدوتة بيقدر يتخيل، بيقدر يتصور حاجات كتير جدا في الحدوتة، فتجعله أهدى، وكمان بتبقى هي الضابط للسلوك بتاعه. كان يا مكان، كان في زمان زمان راجل راعي عنده طفلين، مرجان ومرجانة، وبيت صغير وثلاث نعجات. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير، الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله. هو دلوقتي التنس الصيدا المفروض انه لعبه في الاساس بتتباع في المحلات. هنا في المنظومه التعليميه باي دوره بقى؟ احنا هنا بنقوم بتشكيل استئصال مع اولاد في الحواديت، بيسمع حدوته، والحدوته ديت حاجه في الخيال بتخيلها، يبدا بعد كده ينفذها حاجه ملموسه بايديه، وده العالم بالظبط، العالم اللي بيتخيل فكره ويبدا يطبقها، مش بس بحث يتحط في الادراج، لا، يقدر يعملها. في فئات عمريه محدده ولا بنبدا من شغل من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي، كل مرحله ليها منهج معين، يعني بينمي الاحساس تقريبا، الحواس كلها بتشتغل مع بعض. يسمع الحدوته نفس الوقت بيشوف بعينيه كويس، بينمي اللمسة عنده، هنا عالي، جرب كده شوف، حط ايدك هنا، لو دي عاليه كده هتدوس عليها شويه، ولو دي بشوف هتنعمها كده بايدك، فتخيل ان عندك حواس ربنا انعم عليك بيها مش شغاله، احنا مش شغاله هنا. السلام عليكم. ازاي بتنقله من مرحله للتانية؟ يعني دلوقتي انت خلصت المرحله اللي هي السبع سنين الاولى، وهو بيتعامل عن طريق الحكي، ازاي بتنقله وبتاهله لمرحله تانية؟ يعني كل الاطفال في البيئه دي، في المناخ ده، ساعه ما يوصلوا سبع سنين غصب عنه بيرفع ايده، نفسي اتعلم، انا عايز اتعلم، خلاص خلص لعب وغنى واتبسط واتحرك، هو عاوز يتعلم. هو الطفل ما بيدركش انه اتنقل، اللي بينقله المدرس، وعي المدرسين. هنا عندنا استاف المدرسين بيدرسوا كلهم جميع المراحل من صفر ل 21 سنه. فاكرين الزراعية؟ دي كلمة محفورة في ذاكرة أهل الريف، وهي باختصار سكة غير ممهدة في القرى والنجوع، حواليها مساحات شاسعة من الزرع والشجر، كان التلاميذ بيعدوا منها يومياً في طريقهم للمدرسة. مشهد جميل شوهته المباني الخرسانية وحولته المسخ، لهو ريف ولهو مدينة. هنا في المدرسة المشهد ده موجود بكامل تفاصيله، بتمشي في حوالي 300 فدان من الزرع والشجر، ومع ريحة الزرع وجمال المنظر بتلاقي نفسك من غير ما تشعر بتقول الله. إحساسي بفكرة المبدأ بتاع دايماً صراء الفطرة وبكارة الخيال موجود، والواحد بيتمشى جوه الأرض والمزارع دي كلها. هل المدرسة برضو وجودها في قلب المزرعة ده كان مقصود؟ المدرسة جزء من مجتمع متكامل، ومهم جداً الأطفال تنمو في بيئة عارفة المستقبل بتاعها هيكون شكله إيه. لا يوجد نمو إلا ببيئة جميلة ومكان يساعد الطالب على أنه يتعلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. حالة من الإشباع الروحي متواصلة هنا مع الطلاب. انت في قلب مجتمع متكامل ومتماسك، مش مجرد مدرسة تقليدية وعادية. بتعود يا ماما تصلي في المسجد؟ كله بيصلي. طب لو عندك واحد مسيحي زميلك في الفصل بيعمل ايه؟ بنيهم مسجدين. لهم كنيسة قصدي؟ كنيسة. انت مواظب بقى على الحضور باستمرار في المدرسة ولا ايه؟ بس انا مش شايف اي اسوار هنا للمدرسة. لما بتحب تزوغ وبتعمل ايه؟ ما بعرفش ازوغ. ليه ما بتزوغش ليه؟ عمرك ما زوغت قبل كده؟ خالص. بس فين السور بتاع المدرسة هنا بقى؟ مش عارف. المدرسة هنا فيها نظام ونظافة والتزام. هنا مفيش فرق ما بين ولد وبنت أو مسلم ومسيحي، كلنا أخوات. إبرام أنت بقالك قد إيه في المدرسة؟ أنا بقالي من الحضانة من هنا. مدرسة مختلفة بقى؟ مختلفة. إيه المختلف فيها؟ المختلف إن الموجود هنا في المدرسة كل الناس اللي حواليا، حتى المدرس بحس إن هما مدرس ليه حكم عليا، لا بحس انه صاحبي. علمنا السيد المسيح ان احنا نحب بعضنا بعض ونحب الناس كلها، لان الله ايه؟ محبه. الله محبه وهو احبني الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب انتوا علاقتكم ايه بالمرحله اللي من 14 ل 21؟ من 14 ل 21 ان قلت انا كان في عالم اسمه عالم الخير، ضفت عليه عالم الفن والجمال. من 14 ل 21 سنه عالم اسمه عالم الحقيقه، كلنا فاكرين واحنا في السنة، وكان يهمنا في الاستاذ هو عارف المعلومه ولا لا، مهم ان انا اوصل له الحقيقه. انا في السنة ممكن اقول للتلميذ انا مش عارف اجابه السؤال ده وهنبحث عنه، هيحترمني، لكن لو انا جاوبته غلط لا يمكن احترمني تاني. وبناء عليه مفروض استاذ السنة والجامعه يكون عالم، عالم بمعنى كلمه عالم، هو عنده حقيقه ومتمكن منها، مش نقلها من كتاب قد ما هو جربها عرفها. الطلبه اللي متخرجه من هنا طبعا ليهم الحق انهم يتعلموا في جامعة هليوبوليس، وعندهم منح يقدروا يتعلموا ويقدروا يسافروا بغا ويقدروا يعملوا كل حاجة مهما كان دخل أسرتهم. بالنسبه للالعاب دي اثرت طبعا كتير جدا في شخصيه الطلاب من حيث الحركه وتكوينه الجسماني، ده طبعا مختلف جدا عن الالعاب اللي هي التقليديه في المدارس الثانيه او الاخرى اللي انا اشتغلت فيها. الطالب ما بيكتسبش بيها خبرات كتير. اي مجتمع بيحاول يتحرك لقدام، التعليم الفني بيكون هو الوسيله اللي بتسعفه للتحقيق ده، وده اللي مدرسة سيكم بتطبقه بوعي وحرفية عالية جدا. الولاد هنا بينتجوا كل شيء، التعليم الفني هنا بيتحول من مجرد نمط تعليمي لطريقة فعالة لخلق المواهب وتطويرها. ايه المختلف هنا في سيكم عن اي تعليم تاني فني؟ انا عند القسم نفسه العدد 10، ال10 مسافة السنة ما بتعدي بكله متعلم المهارة اليدوية طبعا اللي احنا مفتقدينها في مصر عامة. اهم الورش اللي موجودة هنا ايه؟ دي ميكانيكا على الميكانيكا وورش نجار، وفي برضه ورشة كهرباء موجودة عندنا هنا برضه نفس الطريقة. أكترية الناس فاكرين إن التعليم الفني دوت مش ليه قيمة، لكن هنا في سيكم موضوع مختلف خالص عكس اللي الناس فاكرين. احنا هنا في سيكم فيها مصانع، أكتر من 5 مصانع، وأي قطعة غير بتحتاج أي مصنع من دول احنا اللي بنعملها هنا في الورشة. مفيش فيهم واحد عنده بطالة، يعني كل اللي اتخرجوا من المدرسة عندهم فرصة عمل جيدة كمان. لو انت لسه صغير بيبقى سوق العمل قدامك مقفول، فهنا بتبقى الحياه قدامك مفتوحه، ما بتبقاش شايل هم ان انت هتطلع اشتغل فين او هطلع اشتغل ايه. بالنسبه لمدارس التربيه الخاصه اللي موجوده هنا برضو، احنا بنبص على ان ذوي الاعاقه او الاحتياجات الخاصه دول كمان لينا خدمه، ليهم نخدمهم ازاي؟ ان احنا عارفين ان دول شرف ان احنا نخدمهم، بس السيستم او النظام بتاعهم التربوي مختلف عن التعليم العام. التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه اكيد بيبقى ليه مواصفات محدده ومحتاج مهارات خاصه من الشخص اللي بيتعامل معاهم. المنظومه عملت ايه عشان تقدر توفق الموضوع ده؟ اول ما المدرس بيجي بنعمل بنختار بنشوف قلبه عامل ازاي، يعني اهم حاجه يكون في حب. يعني النقطه الاولى هي فكره اختيار المدرس. اختيار المدرس ازاي بيتم الدمج بينهم وبين الاسوياء؟ اولا من بدايه الصبح خالص الاتوبيس اطفال ذوي احتياجات خاصه مع اطفال طبيعيين، نيجي الدايره الصباحيه طبعا مش منفصلين، احنا بنقف معاهم وبنغني النشيد معاهم وبنحيي العالم معاهم
بعد كده بنطلع على الفصول في حصص التربيه الرياضيه وفي نشاطات الاطفال بتوعنا بيتعاملوا مع الاولاد اللي عاديين. اه مساله الدمج دي انت بتشوف لها مردود ايجابي في وسط الاطفال؟ انت بتتابع ده؟ بتقدري تلمسي ده على الواقع؟ طبعا انا عندي اولياء الامور لما بيكلموني بيقولوا انتوا عملتوا ايه في الولاد. فكره تاهيل مهني يعني الهدف منها ايه في وسط مجموعه من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اولياء الامور دايما بيجوا يقولوا لي انا نفسي الطالب يقدر يعمل حاجه لنفسه، الغرض من ان انا اعلمه مهنه ان هو يقدر يشتغل حاجه بايديه. التواصل مستمر والابداع مستمر في قلب المدرسه. احنا دلوقتي في قلب المطعم، لازم كل طالب قبل ما ياكل يبقى ماسك ايد زميله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ولكل شيء هنا سبب. النظام هو العنوان الرئيسي للمدرسه. مختلفة المدرسة عن المدارس اللي بتسمع عنها او المدارس حتى اللي انت اتعلمت فيها؟ اه طبعا، احنا بنعتمد على التعليم اللي هو الاكتيف ليرنينج، التعليم الحيوي، انه ازاي اخلي الطالب متفاعل. المدرس في الفصل هو مجرد فاسيليتيتور، يعني ميسر للطلاب. انت لازلت بتتعلمي اصلا؟ اه طبعا، المدرس هنا مش مجرد مدرس خلاص انا هتعليمه، لكن هو كمان طالب لسه بيتعلم. المدرس هنا بتختاروه على اي اساس؟ اصعب حاجه في المنظومه دي كلها المدرس، وعشان تختار مدرس تقريبا بنشوف 200 واحد عشان نختاره، لان للاسف في بلدنا مفيش حد بيجهز مدرس. المدرس لازم يكون عنده مهاره انه عمليه التعلم عمليه دائمه لديه. زمان بيقولوا فكره من يتوقف عن التعلم فهو عجوز، سواء كان في ال20 او ال80. احنا في سكن بنقول مات. كل المدرسين اللي هنا عندهم تدريب شاق جدا طول السنه، لا يوجد ان في مدرس يشتغل للساعه 12 ولا الساعه 2 ويروح. المدرسين هنا بيقعدوا للساعة 5، يعني بيدرسوا وبعدين يتعلموا، فهو المدرس اللي شخصيته نمت هو اللي بيستطيع يقود الطفل في العملية التعليمية، وإلا لا يمكن أن تقام حضارة في بلد جديدة. أنجل، أنت بقالك كم سنة هنا؟ أنا هنا من 34 سنة. أوكي، العجلة معاكي على طول في المزرعة ولا إيه؟ لازم عشان أعرف أحرك بسرعة. كانت مهمتك الأساسية أول ما جيت هنا إيه بقى؟ أنا ابتديت في الزراعة، في تربية الحيوانات بالذات، وفي الأعمال الكمبوست هو التسميد الطبيعي. والزراعة إيه اللي حولك للموسيقى؟ الزراعة والموسيقى قريبين من بعض جدا. إيه العلاقة بينهم؟ الاثنين بيخلي الإنسان بيوصل للتوازن. سيمفونية رائعة ومدهشة بيشترك في تقديمها طلاب المراحل المختلفة، والكل عنده القدرة على الدخول في ضبط الإيقاع. السؤال، انتوا بتستهدفوا فئة معينة مثلا من الطلبة؟ لا، احنا بنستهدف اي انسان نفسه يتعلم، عايز يتعلم. وبناء عليه لما تشوف الاولاد بتاعتنا تشكيلة، اولاد البدو، اولاد الريفيين، الفلاحين،
أولاد مدينة بلبيس، أولاد البيئة المحيطة بي، ما دام عندي مكان أقدر أخدم فيه إنسان هخدمه. إحنا قدام منظومة تعليمية متكاملة متناسقة متناغمة، كل حاجة فيها موجودة هنا، المسرح، المسجد، الكنيسة، المزارع، المصانع، كل حاجة ممكن يحتاجها الطالب هتلاقيها موجودة هنا، والنظام هو العنوان الأساسي لكل حاجة. أعتقد إن البداية زي ما كانت مدهشة عندكم في ختام الأسبوع أكيد نهاية مدهشة، بتختموا الأسبوع دايماً بإيه؟ آخر اليوم التعليم الفني مع كل العاملين في السكن بيجتمعوا في دايرة واحدة يسمعوا كل مجموعة عملت إيه؟ وفي النهاية خالص نمسك إيدينا في إيدين بعض، اليمين فوق الشمال والشمال تحت اليمين، وبنمسك في دايرة وبنقول ميثاق. عبارة عن إيه ميثاق بقى؟ ميثاق ده أتمنى إن حضرتك تردده معايا: تعجب الجمال، تعجب الجمال، والمحافظة على الحق، والمحافظة على الحق، واحترام النبل، وتقرير الخير. يقود الإنسان في حياته إلى أهداف، ويجعل في إرادتك طبق القلب، وفي إحساسك حب الناس، وفي تفكيرك نور الحق، ويعلمك الصدق، في مشيئة الله، في أنحاء الكون، وفي عقل النفس.